تحية لوسائل الإعلام التي تغطي معنا هذا الحدث. الحدث السيرورة اللي جات فيه هو واحد لاقط هوائي، لاقط مرتبط بالاتصالات وبوسيلة من وسائل الاتصال، فجاب واحد الدار. ونعلم كما نعرف المعرفة ديالنا المتواضعة على ما يسبب هذا اللاقط من 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 أضرار، وجا قرب الثانوية وجا في وسط السكينة. هذا اللي حي الموظفين بمدينة العرائش، حي الموظفين جا ما بين حي الموظفين وتجزئة الناصر والحي الجديد الشطر الثاني وحومة ولا تسخر. هذا اللي كاين، وكنطالبوا من الجهات المسؤولة بحد لهذا الحيف اللي كيصيب هذه السكينه هذه من الاضرار التي يمكن ان يسببها ذلك اللاقط الهوائي. نعم، هذا اللاقط تم التثبيت ديالو بعد التعاقد مع احد الاشخاص القاطعين بالخارج. هناك شخصين في الدار، كاين الراجل والنسيب ديالو. نعم، قاطعين بالخارج احدهما المحل الفارغ اللي تم التثبيت فيه الريزو. ولا هو لا ما كيسكنش فيه، ما كيسكنش فيه حاليا هو مقيم باسبانيا، مقيم حاليا، مقيم صاحب الدار مقيم باسبانيا. نعم، شنو هي الاجراءات اللي قامت بها الجمعيات والمجتمع المدني وكذلك الساكنه في اجل رفع الضرر على الساكنه؟ حسب العلم ديالي قاموا بواحد مجموعه ديال الاجراءات، منها اخبار السلطه، اتصال بالوكاله ديال اتصالات المغرب، وهذاك كان فا قال لك بان ما عندوش علاقه بداك الثابت اللاقط الهوائي. وهذا اللي اذا هناك شركه اخرى، فاعل اخر في الاتصالات هو المسؤول على تثبيت هذا الريزو، يتحمل المسؤوليه القانونيه تثبيت هذا الريزو. لحد الساعه لم نعرف الجهه التي اثبتت ذلك اللاقط. وهذا اللاقط كان تثبت ليلا، على حسب العلم ديالي انه تثبت 3 ديال الليل مع غياب الساكنه والليل، وكنعرفوا الليل شنو كاين والمكان المكان كي داير، المكان شيئا ما كاينه خطوره. يعني كيفاش هاد الشركه تثبتت الريزو يعني بدون ترخيص يعني قانوني من جماعه العرائش؟ هذا يعني يعتبر تحدي، وكذلك يعني تثبيت غير قانوني هاد الريزو هذا. لحد الساعه لا يمكن ان نقول غير قانوني او قانوني، لان لم نمد باي معلومه كتربطنا، اي معلومه كتعطينا ديك انه شكون الجهه الوحيده اللي التجؤوا لها الاخوان هي الجهه ديال اتصالات المغرب. قال لك انفى بانه هو ما عطاش ترخيص بهذه المساله هذه، والسلطه كتقول لك ما عندهاش ما عطاتش ترخيص لصاحب هذا المحل. واش هذا الريزو هذا هو اللي كان في ماريستات؟ هذا الريزو هو نفس الريزو تم تنقيله لهذا الحي هذا بعد فشل يعني في تثبيت الريزو في ذاك المكان بعد المحاكمه اللي نعم. ربما ان يكون ذلك، لان حسب ما كنعرفوا هو هذا جا وداروه هنايا، ربما ازاله ذاك اللي كان في ماريستات. واش قمتوا بشي اجراءات يعني قانونيه قضائيه يعني في القضاء اجل انصاف الساكنه؟ لحد الساعه كنتشاوروا فيما بيننا الجهه التي يمكن لنا ان نرفع ضدها هذا الاجراء القانوني او الاجراء القضائي. نعم، وبالنسبه للتضامن ديال المجتمع المدني بصفه خاصه الجمعيات الفاعله في الحي وفي المحيط ديالو، شنو هي الجمعيات اللي تضامنت يعني كاين العديد من الفاعلين الجمعويين، العديد من الهيئات الجمعويه اللي مشات معنا في هذا الاتجاه. انا شخصيا كنمثل جمعيه النصر للتنميه والثقافه، كاينه جمعيات ما في تجزئه الموظفين، كاينه جمعيات في حي الجديد الشطر الثاني، كاينه مجموعه الجمعيات اللي مشات في هذه المساله.